مرحبا، كيفكم اليوم؟ ان شاء الله تكونوا كلكم مناح. واليوم جبنا لهي لانه اليوم العيد الام، يعني هو امبارح بس احنا اليوم حبينا انه الهديه، واشترينا لها كمان لامي الهديه الكبيره. بس هلا اخر فيديو بتشوفوه. اشتريناها من ايكيا. إذا كنت تستمع على هالقناة لا تنسوا تعملونا لايك وشير وسبسكرايب. يلا خلونا نبلش الفيديو. مرحبا، كيفكم اليوم؟ يعني شو بدكم احلى من هيك مقدمة من ماركا وكريستيانو بهيك يوم مميز؟ انا بدي اقولكم انه بحبكم كتير والله يخلي لي اياكم يا رب. وبس بدي اقول، بما انه يعني صحيح هيك تاخرنا لنزل الفيديو يومين ثلاثة عن عيد الام، بس بدي اقول هيك كل عام وانت بخير ماما، والله يخلي لي اياكي، واشتقت لك كتير، وان شاء الله بشوفك عن قريب. واكيد كل عام وانت بخير كمان حماتي امه لمجد، ولكل ام بدي عايدها وقول لها ان شاء الله بتضلي بصحه وبخير وتضلي منوره عائلتك وتحققي كل شيء بدك اياه. فنحن اليوم الفيديو يا جماعه مثل ما شفتوا لما رحنا على الايكيا جبنا اغراض، وقلت لكم رح اصور لكم فيديو شو اشترينا. اول شيء اشترينا اغراض لغرفه ماركا وكريستيانو، ثاني شيء كانت هديه الاولاد ومجد لإلي بعيد الام، فهلا رح تشوفوها باخر الفيديو، رح ركبها انا وياكم وتعطوني رايكم بالكومنتات. واذا حب بيتوا لا تنسوا تكتروا لنا كتير لايكات. وعلى فكرة انا يعني بس فيني قلكم انه هاي الهدية بالذات كتير انا بحاجتها كنت، وكتير رح تفيدني لبعدين بالفيديوهات اللي رح صور لكم اياها، ان كان على التيك توك او على الانستغرام او على اليوتيوب. فما رح طول عليكم، خلينا نروح نشوف ماركو بده يورجينا هو شو اشترى، وبعدين بورجيكم الهدية. يلا خلينا نروح لعد ماركو على السريع. هلا يا جماعة اجينا على غرفة ماركا وكريستيانو، وبدنا نورجيكم شو اشترينا من الايكيا. شو اشترينا من الايكيا لماركا وكريستيانو للغرفة، تمام؟ هلا اول شي شو كنت عم تلعب؟ في هدول اللي انا اشتريت، اللي انا عملته لامي بعيد الام. انت عملت لي اياه؟ واو، عن جد قديه حلو، شكرا كثير. هي عن جد شغلة لماركا بالمدرسة، صح ماركا؟ هدول بعملهم من هيك شغلات صغار، بعدين بحطهم ببعض وبعدين بلين المكواه. واو، كم وحدة عامل؟ أربعة هدول. يا سلام، أنا حبيت القلب رح آخده، وهدول رح أحط لك إياهم بغرفتك، أوكي؟ أوكي اتفقنا. خلص تمام، يلا. أيوة أعطيني. شو رأيك نبلش نورجيهم شو اشترينا؟ يلا. من الإيكيا. أول شيء ترا اشترينا هي الخزانة من الإيكيا. هلا انتم ما بتتخيلوا لانه العاب ماركا وكريستيانو كانت كل الوقت هيك بالاراضي. وهذا الصندوق اللي انا حذرتكم بفيديو الايكيا انه شو ممكن ما حدا حذر، بس هن هدول الصناديق جبناهم هيك، حبينا نجيب لونين. شو حطيت هون؟ كتب وهيك. ليكم ماركو شو مثقف، العاب، كتب، كل شيء هيك مثلا حط هون. برافو. بس اللي انا فيني اقرا. بس انت بدك تقرا، اوكي. كريستيانو ما بيعرف يقرا. هون سيارات وطيارات، هون الاغراض الرياضة، هاي هون اغراض الرياضة البوكسينج، تمام. شوفوا لي هدول، احذروا مين هاد واحذروا مين هاد. اول ما خلقوا لازم تعرفوا هذا بيشبه هاد. هاد مركوسة وهذا كريستيانو لما كانوا بيبيات. وكمان بدنا نقلكم انه هدول كمان لتخوت، خليني ورجيهم ياهم. هدول لتخوت كمان نحنا اشتريناهم من فترة، بس كمان من الايكيا. وشو اشترينا كمان؟ القرد. اشترينا القرد، هذا رفيقه لكريستيانو وحاطه على تخته، شفتوه؟ هذا كمان كريستيانو سماه كريستيانو. واشترينا كمان هدول وجوه اللحف والمخدات، شوفوا قديه حلوين، وعن جد قماشتهم سميكة وكتير حلوة، فحبيت كمان صور لكم ياهم. وشوفوا كمان التخوت، فيكم تجيبوا هيك دروج، ليكو في اربع دروج، يعني كانه خزانه ثانيه بالغرفه، فيكم تحطوا فيه اللي بدكم اياه. وبس هي هيك غرفه ماركا وكريستيانو بشكل سريع. اجوا كمان على روضه الشرطه لحتى يعلموا انه كيف بيقطع الشارع. صح، برافو. اعطوه شهاده لكريستيانو.
شوفوا هون كيف تعلم يقطع الشعر. هلا انت كمان كان عندك وحده وينها؟ ايه بس خضره. طب تعال نكمل الفيديو نورجيهم انا وبابا شو رح نركب. وبعد ما خلصنا ورجعكم ماركو شو اشترينا، هلا جينا لعند الاستاذ مجد لورجيكم شو عم تعمل. خلص شو عم المكياج ما بقى فيه؟ ليه؟ خلص طلع قرار ممنوع بقى المكياج باللازم. لا عم تمزح. بعتذر منك. فلا تصدقوا لمجد لانه عم يمزح. ليش؟ لانه الاولاد اشتروا لي طاولة مكياج جديدة واخيرا. صار فيكي تودعيها لهي؟ لا والله كان لها ذكريات حلوة. سوري هيك انه معجوقة يعني، بس اضطريت احط الاغراض هيك عشان نركب هلا الجديدة. ف نركب؟ قصدك يركب؟ ليش انا اذا عم صورك ما بكون عم ركب وساعدك؟ لا هلا كان ما انا هلا بدي وقف وصورك كل الفيديو. مزبوط هي هون التعب، لكن تعب بالتركيب تعب بالتركيب. فمثل ما شفتوا يا جماعة ماركو وكريستيانو حبوا هيك بمناسبة عيد الأم يهدوني طاولة مكياج، فمشان هيك من لما كنا بالإيكيا قالوا خلاص يعني قالي مجد خلص نقيها من هلا ومن هون لعيد الأم أكيد يعني كوني ركبتيها وكذا وهيك. فمشان هيك حبيت أجل الفيديو لعيد الأم، ومع هيك كمان تأخرت يومين ثلاثة لنزل الفيديو يعني ما قدرت نزله نهار عيد الأم. فبس بدي أقول لماركو وكريستيانو ميرسي على الهدية كتير حلوة، لأنه هن بيعرفوا قديش أنا بحب المكياج وطاولتي يعني صار بدها تغيير. الله يعطيكم ألف عافية. بتحبوا شي يجيب لكم شي مي أكل قصة مجد؟ والله إذا في أكل معلش تاكل ماشي الحال. شكلك رح تضلشي ساعتين ثلاثة لأنه لا تركبها ولا لا؟ والله شكلها بدها. قدي بدها؟ معقدة نعير لك؟ مو أقل من 9 ساعات. إلي ساعة يا جماعة عم قلها خليني ساعدك ما عم يرضى. قول غلط. لا والله مو غلط. انت ما بدك يعني ساعدك صح؟ صح. ليكو يا جماعة طاولة المكياج كانت على هذا الحيط، طبعا هدول ما بعرف ليش اصلا كانوا، والمهم شلناها هلا مبدئيا لهون. طاولتي حبيبتي رح اشتاق لك كتير 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 كتير. هي بس بدي اورجيكم كريستيانو قديه فعلا قاعد وعم يشتغل ويساعد البابا. برافو كريستيانو. بتعرف هيك الهدية بتصير احلى لما انت وبابا تركبوا لي اياها. هلا خلصت. شفت البابا قديه مبسوط؟ الله يسلم ايدين يا كوكي. الله يسلم ايديكم يا احلى شباب. عليك شديتها مشدمه. اجيني كوكي رجع راسك لشوف شو عملت. شو عملت؟ تفضل. شو عملت؟ بتعرفي انه عم يعرف؟ بدي اشوف شو عم يعمل. والله برافو كريستيانو. هاتي بصور لك من هون. يعني هلا كريستيانو هو اللي ركب لي طاولة المكياج مو انت مثلا؟ لك اوكي. شفتوا لي التاتو على ايدها لكريستيانو؟ يا لطيف نفس الكلمة كنت اقول. هلا بس بدي اقول لكم على شغلة كثير ضرورية، أي غرض تشتروا من الإيكيا بيكون موجود معه هذا الدفتر، يعني بدلكم خطوة بخطوة شو بدكم تعملوا. قديش بتاكل هي طاولة المكياج؟ كم خطوة؟ 15 يعني 21 خطوة. 21 كتير سهلة. الخطوط اللي ركبتهم جوا بغرفة الأولاد كانوا 77 خطوة، كان الكتالوج هالقد. عن جد وقتها ضل شي 3 ساعات على كل تخت؟ 6 ساعات. 6 ساعات بس أنا ما بحس بالوقت لأنه بكون هيك عم ساعده وعم كذا لمجد. فالمهم يعني شوفوا من أول صفحة من اسم البرغي يعني بيكونوا كاتبين لكم إياه لكل خطوة بخطوتها، فهي شغلة كتير حلوة وكتير واو. ويعني مو إنه مجد تفكروا عم يركب لي الطاولة يعني هو يعني إنه بخبرته، لا بسبب هذا الدفتر. وهي هلا جبنا الطاولة على الحيط مبدئيا بس لسه ما خلصت، يعني خلصنا أول 10 خطوات صح مجد؟ صح. باقي قد إيه؟ بقى شي 25. لا 11 خطوات صح كوكي؟ إيه. أعطيك ولا ما أعطيك؟ تعوا يا بنات لورجيكم هاي الطريقة مشان إذا جوزكم بده يبخش الحيط ما تهرهرشي على الأرض. هي طبقنا الدرج طبعا. لكي هي شو اجت بقلبه حط، قالوا لي انه حط هي بقلبه. اه حلو مثل السجاده. واو مشان ما يتوسخ الدرج. تمام. وهذا المشهد الاخير يا جماعه على الطاوله. سلم ايديك يا مجود. هلا يا جماعه بعد ما فتت عملت لهم هيك شيء للاولاد مشان ياكلوه، رجعت ولقيت سبايدر مان يعني تقريبا رح يخلص. ليكو ليكو هلا بعد ما خلصنا هذيك الطاوله فبلشنا بهي. هلا بتشوفوها اخر شيء كمان. شو هي؟ يا سلام. هلا قررت مدام علا انه تساعدني مشان تعرفوا مين اللي عم يشتغل. ليكو انا شو عملت؟ كل هاد
اخر شيء هي بدها تنزل هي هون. ماشي بطلت ساعدك. الله يسلم هالايدين، كيف خلص. نزلتيها؟ بطلت ساعدك، مو عاجبك شغلي ماشي الحال. وهي يا جماعة تقريبا ليكو بلشنا خلصنا هاي، وهلا مجد عم يركب المراية وضل نركب الأضوية. فبس مجد ورجينا شو صار المنظر. لا 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 تخلص لا تخلص لا تخلص. طيب اوكي رح نركب الأضوية ونورجيكم اياها كلها كيف صارت. وهيك يا جماعة بعد عذاب 4 ساعات ونص، يعني كنت متخيلة انه بربع ساعة رح نركبها، بس عن جد اكلت وقت كتير، وخصوصا انه مجد لحاله يعني الله يعطيه العافية، هو هيك اهتم بكل التفاصيل وهو اللي ركبها لحاله، فاكيد كوكي كمان ساعده قصدي. فبس بدي قلكن بما انه ماركو كريستيانو برا، بدي قلن هلأ انه انا بحبكن كتير والله يخلي لي اياكن، وعن جد حلو انه هيك فكروا بشي انا بحبه. وانا كنت عطول اقول انه بدي وبدي وبدي انه طاولة مكياج، لانه طاولتي كانت صغيرة فعلا، وكنت بحاجة لأكتر لانه كتير عم بعمل فيديوهات ميك اب، وخصوصا على القناة هلأ رح صير نزلكم فيديوهات كتير حلوة، فشجعوني اذا بتحبوا هيك نمط من الفيديوهات للمكياج ولا لا. هيك صورت لكم اياها من برا، فهلأ رح اقعد على رواق وحط الميك اب بمحله وكل شيء، واكيد رح نزل فيديوهات على التيك توك وعلى انستغرام على صفحتي تبع الميك اب. اكيد اول فيديو ميك اب رح اعمله على القناه، كمان رح اورجيكم الميك اب اللي عندي وكيف حطيته وكل شيء يعني بالتفصيل. وبس كترونا لايكات كومنتات حلوه مثلكم، ونشوفكم اكيد فيديوهات جديده، ويلا باي.